حادثة اغتصاب جديدة في الهند، هذه المرة الضحية صحفية شابة تبلغ من العمر 22 عاما، تعرضت لهجوم من قبل 5 رجال اغتصبوها في مصنع مهجور بمدينة بومباي بعد الاعتداء على صديقها بالضرب المبرح. الشرطة أكدت فتح تحقيق في الحادث وملاحقة المتورطين. سيتم التحقيق في الحادث بجدية وسنقبض على الجناة. الحادث الذي نقلت على إثره الفتاة وصديقها إلى المشفى أثار قلق سكان مدينة بومباي. طالما شعرنا بالفخر أننا نعيش في مدينة آمنة، لكن ما يجري الآن غير مفهوم بالنسبة إلي. فما الذي يدور في أذهان أولئك عندما يتصرفون في حق المرأة والأطفال والآخرين بهذا الشكل؟ وأدت حالة اغتصاب مماثلة تعرضت لها فتاة في حافلة بمدينة نيودلهي في ديسمبر كانون الأول الماضي إلى حالة غضب شعبي واحتجاجات ضخمة خرجت في مختلف المدن الهندية للمطالبة بتطبيق أقصى العقوبة في حق الجناة.